واقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا الساع بطيح. لا اوكي، اليوم حلقة الى نهايات الموسم، هذا الى نهاية اللي يسوون تحديث جديد. ما تملنا الكثير بنبدأ ننهي السلسلة هاي خلاص، لان بدينا نوصل للاخر. اخر مرة انتجنا بترول، اليوم نبغى مصنع كمبيوتر. ليش؟ لان بنسوي تطورات وهاي الامور، وما بي مثل ما تقولون اقعد اتعب وانا اسوي كمبيوتر يطول وايد، والكمبيوتر هو جزء تطويري مهم اذا انا بطور اي شيء. ف لابد اني اسوي مصنع كمبيوترات منفصل يساعدني في شو؟ في تطوير المكان. انزين الحين خلنا بس نحط الشارع هذا، لان الشارع هذا والله شوي انه فكرة جديدة جتني، بس ما اعرف هل هي راح تكون الفكرة الناجحة الفكرة الفعالة، بس بنجرب بنشوف. ان شاء الله راح تكون فكرة زينة يعني. بنحطي تعال، هذا مو يستوي بالطريقة، لازم الزاوية. فبنودي الحين الانتاج اللي هو البلاستيك عندنا والربر، زين، وبنشله بنودي وين؟ على المصنع هناك، على اساس نبدا نحط مصنع. شو واحد اثنين ثلاث، خلنا نشوف هذا يركب هني. لا ما يركب هني، لازم بعد شوي زياده. زين خلنا نحط هذا ابعد شويه، نحط هني. اوكي هني زين. اثنين ثلاثة، والف هذا العمود طبعا نوعا ما مستقيم يكون. حطي هذا في لائحة الانتاج اللي هنا. وقبل هذي لازم نحطي بعد اقدر احطي فوقه، هي اقدر بس ما بقى. واحد من البداية بخلي ثلاثة، اثنين ثلاث، زين. وبنحطي هني على اساس يميل مع شو؟ مع الشارع. لا يمكن تحمله، يبغى لنا بيبوت الحين ننتجهن على ما اذكر هني. اذا شي عندنا بيبوت زين، والله شي بيبوت تعالوا، والله زين عندنا كل شي. وكل الانتاج راح يكون اخر شي فوق المصنع هناك، هذاك المكان اللي راح نكون فيه ننتج كل شي. زين خلنا نحطي هذا فوق هاي، خلنا نصير نشتغل هني بالخطين. انت من هني لين هني، خط خطين، من هني لين هني خط خطين، خط خطين، من هني لين هني خط خطين. هذا معناه انت يا صديقي راح تكون تحت، والربر راح يكون شو؟ فوق. يعني المهم واحد تحت واحد فوق، وهذه اللي بنمدهم للمصنع فوق، وهالشارع بكبره لين هناك يودي لوين؟ المصنع الكبير اصلا. هذا لازم يجي هني، هي وهي كلهم يودون للمصنع الكبير. المصنع الكبير راح يكون فيه كمبيوترات كبار شوي، بس شو نحتاج حق ننتج خطوط كثيره. انزين الحين قلنا هذا بننقله حبه فوق على اساس يوم نوصل هناك يكون شو معتدل، صح؟ حبه هني وحبه هني وحبه فوق وحبه تحت. خلنا نشيل هذا، حبه فوق حبه فوق، يلا. والحين هذيل هني، هاي المنتجات. على فكره هذا اللي تحت كيبله، احنا ما كان عندنا قبل كيبل لو تذكرون. فشو حطيت كيبل على اساس انه يكون لازم انتاج كيبل، لان الحين الكمبيوتر ما اقدر اسوي الا بكيبل. وهذا يمكن افكر اسوي الشاحنه الجديده اذا كفاني كمبيوترات، لاني سويت كم من كمبيوتر، بس ما ادري اذا الشاحنه الجديده راح اقدر اسويها فيهم، بس ممكن نتاكد بعدين عادي يعني. واحد مشكله ما تشوفها، اثنين ثلاث، وبنحطي بعد هني وكم من وحده،
كمبيوتر كمبيوترين ثلاثة كمبيوتر كمبيوترين لا شو اسمه يا جماعة جبت العيد أنا نيب حط من هني لين أخ وايد بعيد زين خلنا نحطه في الوسط واحد اثنين ثلاث شكل وايد بعدت المسافة أنا بس ما عليه ما عليه بنعدلها بنضبط الأوضاع بنحط الكمبيوتر العود الحين الكمبيوتر العود يا جماعة أنا بنتج شيء اسمه كمبيوتر بس اللي يسويه شيء برتقالي ضخم شو اسمه اللي هو هذا مصنع شوفوا شكله شيء كمبيوتر عود غريب أظني ضخم بيكون بعد على ما أذكر كان ضخم زين فالحين الهدف إن نوصل كل المنتجات اللي نحن نحتاج عشان نصنع كمبيوتر لأن أنا ما فيه أقعد أسوي عشوائي الصراحة أنا أقعد أنتج 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 بتعب والله كم بنتج واحد بيتعب يعني في شغلات بعد ما سويناها ترى مثل أبحاث أوفر كلوك هالسوالف يعني ما صرت أدور سوالف أبحاث للحين ممكن نسوي هالسوالف بعد إذا نخطر على بالي بس لين الحين أحس إن الوضع تمام بدون أوفر كلوك بدون شيء واحد بنلفه شوي يسار اثنين ثلاثة بنيبه هني واحد ايوه بالضبط عند هاي الاثنين لا يمكن تحمله ليش شو ناقصني بليت ناقصني عجيب اللي ناقصني شيء مفروض ما يقصني تبون صدق بس على ما اذكر بالضبط ما اذكره صحيح خلنا نطلع فوق الحين على ما اذكر كان في تحت يا الله المكان هذا راح يصير متشربك مصنع من اكثر المصانع المتشربك اللي بتشوفونه الحين كانت الخطه شيء مرتب بس واحد يكمل الخطه مرات يبدا يحطي مع ان الحين نقدر نسوي شو تعرفون شو نقدر نسوي نقدر نسوي مصنع كامل يجي واي انتاج عندنا هنا يطلع برا بس الهدف اني انا الحين شوفوا هنا نوعا ما مرتب ليش لاني لازلت اقدر شو اسوي واحد لا هذا يا عدل اثنين ثلاثة نايس لا يا اوكي وايد اوكي هني عندنا قياسنا بنحط شوي ابعد واحد اثنين ثلاث بنحط واحد هني واحد اثنين ثلاث وبني بالخطوط لين وين لين هني واحد اثنين ثلاث هي اللعبة فيها مد خطوط بشكل مش طبيعي والله بشكل مش طبيعي انا ما اعرف كم المد اللي قعدت اقضيها بس على اساس اني امد الخطوط هاي كلها اظني وصلت لمستوى برج المراقبة ما لازم ارفع برج المراقبة بعد انزين الحين انا ابغى اجيب المصنع هني ورا هاي اللي هو حق الكمبيوترات لحظة شو يبغى على اساس اني ابني دقيقة الانتاج مصنع عندي كل شيء ايوه يدخل فيه اربع شغلات والمكبرة شو قلت لكم عنه او نزيل هذا اذا يبناهم من هني نبالهم مساحتين على الاقل بنبني هذا هني حلو يا حبيبي عليك هذا شو بينتج اطار معيار ثقيل بعد في هذا ننتجه نايس هذا معناه اطار نقدر نبه من هني لانه هني قاعد ننتجه بس الانتاج اللي لما ننتج الحين كمبيوتر بعي باله براغي يخرب بيته منزين هذا معناه بنحطي له بعد مؤسسة بنحطي له من هذيل لحظة صبر بيم عندي هني بما ان هذا هالضخامة هذا ما اقدر احطي له شيء تعبان فشو بحطي له ايوه هني بالطريقة هاي هال واخذل اول مرة نحطيه هلا بالعيال ها كمبيوتر حجم عائلي مصنع كمبيوترات واضح شكله من داخل يبين فنون
لحظة أبغى أشوف من داخل كيف شكله. عجيب، ما يخلوني أطالع داخله. خلني بالخطوط عن ديب العيد. شو قلنا نبغى؟ براغي وهذا كل شيء نبغى. اللي راح يستوي ان هني مصنعين راح ينتجون نفس الشيء، فشو بسوي؟ هذا في حال اني ابى امتد، انا ابى اشيل هذا بعد وابى امتد زياده، لان هذا خلاص خلصنا صح؟ نحن سوينا شو بحث حق اخر شيء، فهني بيكون المصانع بامتد لفوق اذا حال كملت السلسله. طبعا بكمل يمكن حلقتين غير، انا قصدي يوم بكمل السلسله شو قصدي؟ قصدي انه يا اصدقائي يوم بينزلون الاكسبانشن ولا الامتداد الجديد، بحيث انه بينزلون سامان زياده، قالوا بينزلون نووي، بينزلون شو اسمه حركات دنيا، ان شاء الله يوصل. بس اذا ما يوصل عادي حتى غيره، بس ما اتصور انه بذاك البعد يعني. ايوه قريب. بعد في مكان عندنا حق سامان زياده يعني، هذا مده رفين ثلاثه غير. اوكي زين، هذا بنيب فيه كله هني بيكون شو مصانع كمبيوتر، فشو بسوي؟ صبر خلينا نجيب بس اللي على اساس ان نبني في مصانع الكمبيوتر. لحظه عندنا هذا، خلينا نعبي دمنا. اوكي خلينا نشيل كل اللي نقدر نشيله، لان بمد وايد انا الحين. وايد 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 مصانع الكمبيوترات. يا سلام، هذا الشيء بسوي منه اثنين الحين. بس الحين اللي لازم اسويه ابدا اغير الحفارات وازودها شوي. بنصير يمكن مغامره، براويكم شو قصدي في الصبر. واحد نبغى، اثنين ثلاثه غير هنا. ولحظه، واحد اثنين ثلاث اربع خمس معناه واحد اثنين بيكون نفس الشيء، ثلاث اربع خمس، هني بيكون فوقه واحد. لا يمكن تحمله، هبالنا قضيب موجود عندنا تحت، كل شيء موجود. لكن تعرفون شو المشكلة؟ بعض اوقات تكون شو المصيبة الكبرى في انه ما في مكان في الشنطة بصراحة، يعني معظم الوقت يكون ما في مكان في الشنطة، فهاي المشكلة الفعلية. خلنا نعق هذا اللي ما بخلني افره، حيث على ما اذكر كان عندي هني عند هذيلة مش هذا ايوه ذاكرتي زينة. هني شي، كل شي عندنا، شوفوا هني اللاينات كل شي موجود، كل شي ممتاز. الحين بنمد لاين حق الانتاج اللي عندنا هني. لحظة خلنا نمد هاي، لحظة هاي الابعد شيء. واحد اثنين ثلاث اربعة خمس خطوط. هذا اكثر شيء بتسوونه في اللعبة، انكم تمدون خطوط. مرات شوي يزعل الوضع، لانه يستوي غثيث اذا بتسوون مصنع نفس مصنعي، ان احزمه كلها تلف حول المصنع. شو راح يصير؟ راح يزعجكم شويتين. لحظه راح يزعجكم حبتين، لكن تعرفون شو؟ يوم بيخلص بيكون شيء يستاهل، لان مثلي انا الحين حصلت اللي ابغاه، ما ابغى اكثر خلاص. اوكي مرتاح، عرفتوا؟ خلاص اقول برايه، انا حصلت اللي ابغاه وما بزعج عمري. انزين خلنا نشوف هذا نوصله. انزين الحين هذا قلنا على اساس ننزل رابع واحد، كم مسافه يبالنا؟ يبالنا مسافه طيبه، يمكن هاي ما تكفي صح؟ لحظه خلنا نضرب تست. واحد اثنين ثلاث اربع، اهم شيء اللي فوق شو يستوي فيه؟ ينزل تحت، ينزل خلاص ممتاز. فخلنا نجيب هذا هني، بيكون الخطوط شوي مايله، بس اذا توسعت في المستقبل بغير اماكنهم، حاليا صعب اغير اماكنهم. زين اول واحد عند اول مصنع، واحد اثنين ثلاث اربع. اوكي عقب المصنع ما يخلص بنحط بعد تقريبا شوي مسافه. اوكي على هذا صح،
واحد اثنين ثلاث اربع، هذي راح يكونون اربع خطوط. خلنا بس بتأكد انه كل شيء يركب عدل قبل لا امد الانتاج، لان ما عندي مكان في الشنطة، واذا مديت الانتاج قبل لا اجرب راح اتوهق من الخاطر. لا يمكن تحمله، كم سير حطيت انا؟ كم مليون سير جبت؟ ايه ما عندي النفاذ، الحين بسوي نفاذ ان شاء الله في الحلقة الجاية، معدات شخصية وهالسوالف بنصير نستكشف. لحظة اخذ الكل، اصلا ما قاعد اخذ وايد، هاي المشكلة. لاني اخذ وايد كان موضوع ثاني، لا سبب ساير راجع انا. بس بما ان مصنعي ممتاز فانا قاعد اتحرك على راحتي، عرفتوا؟ ف عادي، لان تصميم المصنع اشوفه جيد جدا. انزين، هذا راح يجون بالطريقة هاي. طبعا الاحزمة بعد في احزمة جديدة اسمها اللي هي MK4، وفي عندنا شو اسمه ذكي انا ما سويت، خليكوا سيدة بالنسبة لنا. واحد اثنين 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 ثلاث يكون اربع، يعني اذا هذا نزل ان شاء الله ينزل، لان اذا هذا ما نزل راح اتوهق. جديد الانحدار ما راح اتوهق، شو اللي راح اسوي؟ راح اشيل هذا لانه ما بحرك السير هذا، اوكي، واشيل هذا شوي، واشيل هذا السير، ويب المصنع شوي قدام. واحد اثنين اثنين ونص اثنين ونص ثلاثة بالطريقة هاي، وفضي بعد بلوكين قدامه، شوفوا. والمخزن عادي، شو راح اسوي في المخزن؟ اجيب المخزن بالطريقة هاي جنب المخزن الثاني، مش قضية يعني، بالطريقة هاي استوي عندنا مخزن، اموره طيبة، شبه سيدة بعد زين من اول تراي. وهذا راح يسوي لنا كمبيوتر، اللي راح يستوي مفروض انه غصب الحين هذا يستوي تحت. ايوه شوف، واهم شيء الروم نمشي تحته، انا يهمني هالشيء لاني ابا شو اخذ راحتي هني. بحط مصنع ثاني تصدقون؟ لحظه، اقدر احط مصنع ثاني هني؟ ما اقدر. اقدر والله احط مصنع ثاني، بالعكس تعرفون، اقدر اسوي واحد اثنين بعد واحد اثنين بالطريقة هاي. وكم بلوك ماخذ المصنع؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة. انزين، اقدر احط ارضية جديدة هني، ان شاء الله ما يمسكني البرج ذاك يقول اني متعدي على حدوده ان شاء الله. انزين، نسوي بالطريقة هاي، لا يمكن تحمله برأيي، بنحطي عقب، خل هذا يبدأ ينتج. خلنا نبدأ نحطي سبليترز ولا فاصل متحرك بالشكل هذا. شو نبغى نحن؟ نبغى واير، مش هذا ما نبغى، نبغى هذا، نبغى قضيب، لا نبغى براغي رقم واحد. حلو، لازم نمشي في الرفوف الحين، ترى الطيحة هني تذبح لان انا على الحافة. براغي والباقي كله مهني، لا مش كله، نبغى براغي، نبغى كيبل، خلي مسافة، ولا ما نبغى مسافة، هذا كيبل بلاستيك. بعد لنا نبغى كيبل بلاستيك، مش موتر فيبا. لحظة خلنا نشوف مرة ثانية. كنت بطيح. كيبل مسمار لوحة دائرة، لا لوحة دائرة يا حبيبي، لوحة دائرة يبقى البلاستيك بعد، بلاستيك وسلاك. زين، هذا شو بنسوي فيه لوحة دائرة؟ بنسويه بالطريقة هاي، شوفوا بسويه بطريقة ظريفة شوي. زين صبر، لوحة دائرة بحطي أنا لحظة، هذا شو؟ دقيقة هذا مش باني صح؟ هذا مجمع. انزين، مجمع راح نبني مؤسسة مركبات خدمات انتاج، مجمع نقدر نحطيه بالطريقة هاي. لحظة خلنا نشيل هذا. انزين، خلنا نحط مجمع هني، ناقصني روتر.
اي شيء ناقص منك. تعال هنا يا حبيبي، مدينة الاحلام هاي. صبر بس، احزمت الاحلام بالاحرى. اوكي بنشيل الروتر، بننزل بنشوف المجمع كيف يركب. ثانية، ايوه ركب عدل. طيب له المجمع اساس انه يسوي لي لوحة دائرية بلاستيك واسلاك. انزين السلاك بيكون صعب شوي ننزلهم، فشو بسوي؟ بيبهم ورا شوي، وخلينا نحط خدمات لوجستية فاصل متحرك وننزلنا السلاك من هناك لوين لين هني، وخلها تاخذ لفة عادي مو مشكلة لان المكان صعب اصلا. انا احب بس تعمل دقيقة، خلينا نحط السلاك هني ونبقى بلاستيك. قلنا بلاستيك كان عندي، والله اشتكت حق ال ابراج مالي يا جماعه. بلاستيك هذا ثاني واحد، فاصل متحرك بالطريقه بعيد بعيد بعيد. ايوه هذا بنحطه هنا دايركت، وبنحطه مخزن مؤسسه حاويه تخزين بالطريقه هاي. نقدر نحطه في مخزن ولا راح يكون قبيح؟ نحطيه مخزن بالطريقة هاي على أساس نقدر نتحكم بشكل إنتاج. لحظة بشكل مفقود خرسانة. نو باور. ناقص خرسانة يا حبيبي على الخرسانات الناقصة. اي لحظة ليش انا ملعوز عمري؟ قال شو قال ناقص خرسانة؟ قال زين حبيبي عقني عق. هذا نوصل هذا هني ونوصل هذا وين؟ هني. خلنا نشوف كيف ما في طاقة. نبور كيف نبور؟ شكل المكان كامل بند، مو مشكلة بحطه الحين، بحط محطة زيادة تحت ولا ثنتين ولا ثلاث عادي ما تفرق. زين بس ان نحن شنو نسوي الحين؟ نبغى نجيب هذا كان ناقص خرسانة، ونحط مخزن عنده. لازم لازم هالحركة هاي لازم اساسية. تعرفون بس شو تسوي هالحركة؟ لحظة أنا حطيته بالعكس. زين أوكي، هذا أول سير بنحطيه فوق خدمات لوجستية. زين بالطريقة هاي، وبنمده من هنا لين وين على أساس بعدنا نقدر نمشي وين؟ تحت منو؟ تحت المصنع. وهذا بنمده فيه ثاني وواحد، وهذا بنمده في ثالث حزام ولا ما يستوي؟ اوكي هاي مشكلة ثانية عندنا. لحظة خلنا نشيل هذا الفاصل من هني، حتى الفاصل وين؟ هني. شوف الحينه اوكي، والاخير من هني لين. شوفوا ميزة ان كل شيء يكون عندي فوق، صح ان هذا خربطان هنا شوي، والله ممكن تعديله اذا امتدد شوي زيادة، بس السير شغال هاي. بس ميزته ان شوفوا كل شيء احتجته الحين بغيت اسوي شيء سيدا سويته. لحظة الحين خلينا ننزل بس ابى نروح شو نسوي؟ نسوي لنا طاقة بس كهرباء. عندي سامون اصلا بالكهرباء، مولد فحم. ليش واحد بس؟ انا عندي كل هذا انتاج هني، ليش؟ خلنا نحط اكثر. اح شوفوا هذه مدانية، يعني شو مشكلته؟ خلنا نسوي لنا، والله فكر اسوي اربعة
زين نسوي أربعة. هني كم واحد يبالنا؟ عندي فريم، عندي وايرات، بس يبالي وايرات زيادة. أما قبل ما أنتج وايرات، بس الحين بما أني قاعد أنتج دح بموت. أوف ما مت والله. سلمت، في عندي وايرات قدام. ببني محطات طاقة وبعقى سلاك داخل من الوايرات شكلي، لأنه وايد عندي. ولا شكلي بسوي كيابل لأن عندي وايد، بشيل الخرسانات أحسن لأن لازم أتخلص من شوي شغلات. ليش؟ آه كم بلاستيك عندي، كم هذا، لأني أشيل وحطي. مو مشكلة، بس أنت ما باك تعال. أنت أخذ الكل، تعالوا فلنمد شوي محطة الكهرباء. بنمد كم محطة قلنا نباه؟ شوفوه يضرب مالبو ضربة حلوة، يضرب فوق اللي نحتاجه. خلنا نشوف وين نمده. واحد اثنين ثلاثة. اخبار الفحم، والله اظن الفحم اموره طيبة ترى. اللي بسويه نمد شوية كهرباء. اول شيء بمد محطتين، بشوف شو الوضع الانتاج وبانتج شوي فايض، لان هذا كم يستهلك؟ 55 ميجا واط. واو يا حبيبي، والله انه يستهلك مو بهين. يعني لازم احط اكثر من محطه هنا على اساس اني احط واحد من هذاك بس، تخيلوا. وال احط ثلاثه، حطي ثلاثة بتشوف كم يزيد عندي، لأن بعد نحنا كنا نحطي مصانع هكذا بيوصل هناك بعدين بغطيه من تحت. تعرفون انتو بنسوي حلقة حق، أظني بنسوي حلقة حق هالشغلة هاي، أن نسكر وراه. لأن للحين اللعبة واعدين أنهم أساسا المفروض أنهم يسوون شو. لحظة خلنا نسوي سيدة، وعدين انهم بينزلون شغلات جديده بعدين. في تير 7 لحين ما نزل. طابق شديد الانحدار، هل الطريقه هاي زين؟ لا يمكن تحمل، ناقص كابلات مو مشكله. عندنا وركشوب هني دائما، تعرفوا دائما في وركشوب. للحين ما امتديت في هاي، ما سويت هالسوالف، بس يعني مصيرنا نسويهم اخر شيء. شو بسوي يعني؟ وين بشرد؟ نوعا ما وين بشرد. مرات المشكله المشروع يبدا بطريقه واخر شيء يقول وين بيشرد، واخر شيء واحد ما يسوي شيء. هاي المصيبه، المصيبه هني يوم الواحد يحط في باله بيسوي وعقب ما يسوي، وهذا كله على اساس انا بسويه. والحين هذا الطريق اصلا، تعرفون شيء؟ هذا اصلا طريق. زين خلنا نسوي هذا هني، قلنا ثلاثة بس بحطي أربع احتياطا. زين وبنحطي لهم فواصل حق الفحم. اللي عايبني في الفحم انه ما يتحرك وايد، مش ما يتحرك وايد، ما يصرف وايد. يعني للحين احس انه كمية، بس المشكلة المصانع الجديدة اذا بسوي اي مصنع جبار. والله جتني فكرة ذيك اليوم اني اسوي يعني مصانع من اول وجديد بناء على هالمصانع. يعني انا عندي الحين اني ابني مصانع صح، فابني مصنع من الصفر مكان ثاني بطاقة ثانية. بس بعدين فكرت فيها، هذا مشروع حلو، لان الحين شو الحلو في اللعبة؟ نقدر نكمل على منو؟ على الحفظ اللي عندنا. يعني ما له داعي شو اني اسوي حفظ جديد، لا يوم ينزل الاسم الجديد ساعدوني، المباني الجديدة وهذا نقدر على طول نسويهم عادي، ما عندنا مشكلة. خلنا نشوف كم بيزيد بيه. كم الاستهلاك؟ نايس، وايد 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 اوكي. يعني 100 ميجا واط اقدر احطي مصنع ثاني لو ابغى. احط مصنع ثاني
يا سفكر والله، هلا حطي مصنع ثاني ولا ما حطي مصنع ثاني؟ لا بس اوكي علينا مشكله الكهرباء. هاي ميزه الفحم، هذه ميزه شنو الفحم. الحين بدا عندنا انتاج الكمبيوترات. لحظة اقدر اسوي سياره؟ عندي كم كمبيوتر باقي؟ شو خلصت كل كمبيوتراتي؟ لا عندي 12، ما اقدر اسوي سياره الحين. والله افكر اسوي مهني لهناك لفت ولا شيء، لازم سيستم صعود سريع. سيستم الصعود اللي هذا انا مسوي لنا غير عملي ابدا، بسوي ممرات شكلي. خلونا نشوف استوى في المصنع فوق. طبعا على اساس انه يصنع كمبيوترات بالكميه اللي انا ابغاها يباله وقت طيب، وقت طيب طيب، لان اشوف كم براغي يباله. لا اوكي البراغي عندنا، بس اللوحة الدائرة شوية تطول شكلها. تصدقون خلنا نشوف، لحظة خلنا نشوف الماسح شو يبان على اساس اسوي ماسح. اوكي دقيقة، لان توي فتحته على ما اظن. ابى الماسح مال شو اسمه الاصفر على اساس نسوي تزويد، لان انا فتحت شو تشوفوا هذا، عندي البحث الاخضر، البحث اللي انا فتحته براويكم يا لحظة. قطعة طاقة، شوفوا يباله سبيكة خضراء، سبيكة صفراء، ها شو خضراء، ها خضراء. اوكي 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 نايس 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 نايس. خلنا نسوي هاي. وين صارت؟ حق نسرع لهذا. يا الله هذه ستة نقدر نسوي. زين والحين نقدر نطلع شو صفرة بعد. هذا شيء ماسح اللي هو سكانر اللي هو اللي يدور على السوالف، ممكن احصلهم على الخريطة وازودهم. فخلنا اساسا نزيد الفعالية بما ان عندي كهرباء، ان الكهرباء تفرق ترى. واحد ما اقدر احطي الثاني بعد مكان ثاني. ايه اقدر، ها شو يسوي؟ نايس نايس. كم استوى انت؟ ما يستوي اعرف الاستهلاك. ايه 15 ميجا وات بس، والله استوى اسرع. زين هذا، هذا اذا ما يوصل للوحة دائرية اسرع ما منه فايدة، فعليا ما منه فايدة، لازم يوصل لشيء اسرع. بس لحظة خلنا افتك من البلاستيك اللي عندي، محطيه تحت في الدرام ماله في الصندوق. هذا وايد زين والله، وايد وايد زين. هذا سبيك الخضر، هل الاخضر اللي تحيدونك انه نشله وين ما نسير؟ كنت اقول لكم بشله بشله بشله، هذا وين استفدنا منه هني؟ دقيقة الواحدة خمسة بس. هذا معناه كمبيوتر بيطول لين يستوي. اوريدي عندي كمبيوتر واحد. انا كم ابغى حق سيارة؟ مركبات بحطي لكم سيارة لازم. لحظة وبيكن يبالي، هذا معناه خلنا ننزل تحت. كسرت عمري انا، بنزلكم تحت بنسير بنشوف كم يبالي اني انا اسوي شو في الورشة، مش مكتبي الورشة اللي هني. كسرت عمري تكسير انا. يبالي بيكن اقدر اسوي 25. زين حفار متنقل ما نبغاها، ما نبغى منشار، ما نبغى هذا، ما نبغى. انزين شنو بعد حق العربة؟ نبغى ربر. نبغى انا خمسة غير، نايس عندي خمسة غير. انزين خمسة غير ويبالي شو بعد؟ يبالي خمسة بس. شو اسمه؟ نوز ما يبالي اكثر. انزين سير هذا ونعبي بترول. اوكي نسوي سيارة ونعبي بترول. شي عندنا ربر تحت، بلاستيك بعد بعقف ال في عند ربع. نقدر نزود الحين كل شيء ترى، كل شيء نقدر نسويه فل انتاج. واظني هاللي بسويه الحين، براويكم شو سالفة الماسح.
وبنصير ادور على وحده ولا ثنتين والباقي انا بعدين بسويه، باخذ بيصير يجيب تزاويد، بسوي تزاويد على الاغلب بسوي حق اقدر اسوي ام كي 2. لحظه هي اقدر مفقود حفار واحد زين، هذا اذا شليته بيعطيني حفار صح؟ ايه المفروض يعطيني حفار صحيح. هلا نحطي هذا هني هذا كله ببدلها الا بيتبدل. شوفوا التزويد اللي بيستوي الحين يا حبيبي، شوفوا التزويد. شوفوا نحطي هذا، وين الفاصل؟ فاصل بنحطيه هني الربع الطريقة هاي، هذا بنحطيه شوية. لا قتلتني يا الأحمق. زين بنحطي هذا هني، بنحط الحزام يمر من هني اوكي، وبني عنده. مش بس كذي، مش هاللي بسويه بس. شوفوا الحين هذا كم مفروض ينتج؟ شوفوا 1 60 زيادة زيادة، مفروض ينتج أكثر وايد ترى. مفروض الحين ما ينقصنا، لكن تشوف ينسحب بسرعة. أفوا وانا شاد فيك الظهر ومكيتو. لحظة في خطأ هني، هني مكتوب 120 المفروض اسوي في الدقيقة، يا تسوي له 60 بس. جماعة شكله هذا الحين يبالي ابديت فكس، يبالي تصليح، فمش مشكلة عادي. برايح انا ارجع البلاستيك ونسوي السيارة. هلا نحطي لنا مكان نركب منه اصدقائي، هذا بالطريقه هاي. تبي السياره الرمز الحين ني هذا، تعال تعال مبوك انت، ابى منك ستاك واحد احط فيك سياره. بس كم سيارة كم يباله؟ 50 يباله حتى. والمحلاه شوفوا شوفوا يا سلام، والله يبالي روت هذا يا جماعة. وال عليه هني في سامون، تعالوا نحط فيه واح، خلنا نسوقه يا حبيبي يا حبيبي. النعود خلنا نعبي بترول، عبينا بترول يا سلام. اوه عجيب 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 جدا. المهم كان موضوعنا مصنع كمبيوترات، نحن ما بطول الموضوع وياكم اكثر، طولنا في الحلقة وانجزنا وحطينا مصنع كمبيوترات. مشكورين على متابعة السلسلة والدعم الجميل على السلسلة. المهم نشوفكم في الحلقة القادمة على خير ان شاء الله. لا تنسون كان معكم خليل من خليل جيمك. اتمنى اذا عجبكم المقطع تدقون لايك شير سبسكرايب، كل الشغلات الحلوة اللي تدعمنا وتخلينا متحمسين دائما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.